من 2 اكتوبر لحد ما خلصت العمليات, العمليات. وخلصنا ورجعنا المباني بتاعت العمليات. نعم. حضرت الحرب كلها يا احمد. نعم. من اول الاول طبعا احنا فتحنا الغرفة بتاعت العمليات على اساس ان بتجرب المواصلات, بتكلم الجيش التاني والجيش التالت والقوات الجوية والقوات اللي عامل باب المندب الجبهة السورية. نعم. كنا متصلين بيها. نعم. ادي الصورة هي يا احمد. ايوة. فضل فندم. الصورة دي طبعا انا اللي ودني باين وراه, ما دي دوبك انا رائد كنت اميه فده ودني وانا اصعد صورتي فوق. تعال شوف بقى هنا مدير المخابرات, اللواء الماحي كان مدير المدفعيه, الجمص رئيس هيئه العمليات, الشاذلي رئيس الاركان. نعم. سياده الرئيس السادات المشير فريق اول كمال حسن علي. كمال حسن علي ورا السادات. كان اياميها مدرعات. مدير برافو عليك, مدير مدرعات. بعد كده مسك وزير الدفاع. ورئيس وزراء. عشان تعرف المجموعه دي كانت مسك المخابرات ولا لا؟ لا مسك رئيس وزراء. رئيس وزراء. وبعدين المشير احمد اسماعيل. هنا نسيت بنعم سعيد. اللي بعد ده كان فرع التخطيط. المشير محمد علي فهمي. اللي هو الجديد اللي كان اياميها امين عام وزاره الدفاع. امين عام الوزاره. وبعدين مسك مكان الجمصي, مسك. نعم. رئيس هيئه العمليات. وده كان اول ضابط اشاره في تاريخ مصر يمسك هيئه العمليات. ضابط اشاره. لانه كان ضابط بريليانت. فعلا. وهو كان القائد. نعم. وده العميد طنطاوي. نعم. محمد طنطاوي السيد ده اللي. نعم. كان قادمة. دي الخريطة بقى اللي انا كنت بشتغل عليها. يعني دي الورق اللي هي الترابيزة. انا بقى كنت المفروض بعض الناحية التانية. القلم بتاعي والدباسة. والخرائط انا كنت شغال هنا طول الحرب. الخريطة دي فيها ايه؟ عليها ايه؟ الخريطة دي يا احمد بنسميها خريطة الموقف العام. الموقف العام. بتتحط بتترسم. قواتنا. كل حاجة بتتعمل بتترسم عليها. يعني انا ماسك السماعه طول الوقت. قائد الجيش بيتكلم. تم سقوط النقطه كذا. نعم. اقوم انا داخل على الخريطه. نعم. النقطه كذا اقسم عليها بالكروس. واقول تم سقوطها, بكتب كده ساعه كذا يوم كذا. ضربناها. دمرنا النقطه كذا مثلا. عدو بيتقدم. اقوم داخل راسم على الخريطه. العدو قوته ايه. بالرسم بتاعنا بقى. لواء مدرع كتيب الدبابات داخله ساعه كذا يوم كذا. نعم. لما كان بقى في وسط الحرب مين اللي بيبلغ ست اللواء سمير؟ مين اللي بيبلغكم؟ الجيوش بقى, الجيش الثاني والجيش الثالث عندهم غرف عمليات ايضا بالظبط. تبلغ يعني الغرفه الرئيسيه. يعني الصوره دي ما كانش فيها حسني مبارك, لان حسني مبارك كان في غرفه القوات الجويه بتاعته. القوات الجويه. محمد علي فهمي يومها بالصدفه جه. وكان موجود. نعم. فعشان كده الصوره دي الى حد ما حقيقيه. لا هي اجابه على سؤال ليه الرئيس مبارك ما كانش موجود, او اللي هو طيار حسني مبارك ما كانش موجود. انه كان في الجويه. كان في غرفه مركز عمليات القوات الجويه بتاعته. كويس قوي. لانه في صور هو موجود فيها. وفي صوره موجود وفي صوره ما هوش موجود. مش موجود. مش لازم موجودين كلهم. لا 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 لا. ده بالصدفه يمكن كان المشير علي فهمي موجود يوما جاي بيعرض موقف. قائد قوات الدفاع الجوي. اتفضل يا فندم. في صوره ثانيه لو سمحت اللي هي الصوره واسعه وفيها اللوح الازاز على الجنب. يا ريت نشوفها. اتفضل. فانا كنت بستلم البلاغات. ايوه. وبكتبها. قريب كنا في مكان كده بنراجع البلاغات. فالمجموعه اللي قاعده تقول لي مش ده خطك؟ انا مش عارفين نقرا خطك لان من كتر البلاغات يا احمد بسرعه النقطه دي وقعت, العدو اتحرك الاحتياطي, فمش ملاحق بتكتب بسرعه عشان في بلاغ جاي لك من المدفعيه. في انت فاهم. فكتر البلاغات دي. وبعدين بقوم انزلها على ايه؟ ادي بص يا احمد بقى هنا الخريطه دي. دي خريطه العمل. ده صلاح فهمي. ده اللي هو حدد هنيجي يوم 6 اكتوبر ازاي. أيوة. بكراسه بنته. بص يا احمد الخريطه. لا اللي قبل ما نروح, ايه كراسه بنته؟ ايه كراسه بنته؟ دي لها حكايه هنحكيها. حاضر. طيب اتفضل. بص بس نحكي الغرفه. طب اتفضل. دي بقى الخريطه اللي ورانا دي اسمها خريطه العمليات اللي هي جهاد, اللي هي خريطه العمليات اللي كانت ورانا. قبل ما نبدا الحرب. كنا حاطين خريطه التدريب. تدريب يوم 6 اكتوبر الساعه 8 الصبح شلنا خريطه التدريب وحطينا جرانيت. المعدله اللي هي فدي اللي وراها اهي. الخطط والقوات بتاعتنا واتجاه الهجمات. اللي ورا دي بقى اللوحه البلاستيك اللي ورانا. ايوه. انت احنا بنتكلم 50 سنه. اتفضل. 50 سنه. فدي كانت بتديك الموقف الجوي. يوم 6 اكتوبر صدقني ولا واحد من دول كنا مصدقين ان احنا هنهجم.
بكلمك بمنتهى الامانه. ياه. امتى صدقنا الخريطه اللي ورانا دي؟ شايف الازاز دي؟ ايوه. اول ما الاثنين بتوع بيسموهم الرصد الجوي لما راحوا راسمين ال 220 طياره عدوا القناه، قلنا خلاص مفيش رجوع، يبقى الحرب بدات. فعشان كده